نستكمل جولتنا الإخبارية بمنافسات الدوريات الأوروبية وبالأخص في الدوري الإنجليزي، فقد شهد الأمس وصول الوفد السعودي لإنجلترا بتواجد ياسر ميان لحضور أولى مباريات نيوكاسل تحت الإدارة الجديدة أمام توتنهام في مواجهات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي. قبل بداية اللقاء جمهور نيوكاسل ظهر بمشاهد استثنائية وصلوا إلى الملعب حاملين على المملكة العربية السعودية، وانتشرت على السوشيال ميديا صور ومقاطع لهم بالزي السعودي، وشفنا مقطع الإعلامي إبراهيم الفريان ترند بعد هتافاته مع جماهير نيوكاسل بمشهد طيب. أما داخل ملعب سان جيمس بارك وقبل بداية اللقاء بدقائق كان المشهد أشبه بالاحتفالية بوصول الوفد السعودي، خاصة لحظة وصول رئيس النادي الجديد ياسر ميان اللي ظهر بسعادة كبيرة بعد الترحيب الحار من جماهير النادي. لما توقفت الكاميرا عنده كان إلى جانبه ماجد الجمعان نجم النصر السابق. ومع بداية اللقاء بأول 3 دقائق سجل ويلسون الهدف الأول نيوكاسل وسط فرحة جنونية للجماهير، لكن الفرحة ما اكتملت بعد تعادل توتنهام بتسديدة ندومبلي اللي تبعها هدف التقدم لهاري كين واللي سجل أول أهداف للدوري هذا الموسم. ولكن بعد هالهدف توقفت المباراة بمشهد استثنائي بعد تنبيه مدافع توتنهام ريجيلون لحكم المباراة بأن هناك حالة حرجة لأحد الجماهير في الملعب، يتبين لاحقا أن تعرض لسكتة قلبية استدعى تدخل الفريق الطبي حسب ما تداولت الصحافة وتم نقله للمستشفى. يستكمل اللقاء ويسجل سون الهدف ثالث توتنهام بآخر دقيقة في الشوط الأول، واستمر فارق الهدفين حتى الدقيقة 89 اللي خلص فيها نيوكاسل الفارق بهدف إريك داير في مرماه.